دعا البرلمان العربي لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها. وفي بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل، طالب البرلمان العربي ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.